رمضان أقبل يا صحاب فهللوا، الله أكبر والحمد للرحمن. أحمده حمد الشاكرين فإنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستقبل هذه الأيام شهر مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان حكم عليه قال صحابته رضي الله عنهم بشريات بزحات لهي بوم على ولا أجنيت لنا أيش ولا لا صحابة حقولا ورحنا لا شهر حقرأو فقرع لو ديبا شوارع تشوارع اللي تبددوا بفرحت و يعني وبشروا قلنا قدام أنه ورح رمضان فقرك هلا زي. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لما إننا إلى لقدام رأى من قبل وارح ملبل، والنبي عليه الصلاة والسلام لبل على اللهم أهله علينا باليمن والبركات وربي وربك الله ثلاث مرات لبل كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وحري إحنا ذاتنا كان برضو دي بعدنا لقدام نعيش دي بحنا دي بأريتريا حقو لوارح نرأي ما شاء الله نعيش دي بحنا دي باشا وارح نتكفكف عنا ومرحب برحب يا رمضان بالعنا ولا آباء ولا أمهات أحلهن وبعلوا لشهر ولا أشياء اللي كل من الرسول لا تعلم يوت القدام يعني أشياء بدعدي بنتهم ودياي عناني لأنه لرمضان شهر فرحته ممكن ورا اللي بال أنا كهو فرح وربي يتبلع ويتستبليني قدام كهو بيبلع وبيستاي فرح من دل بال ورا لأنه لسيام لغرض منه بالله يكون وستاه يكون رب الذي بقرآن ذكره كبيلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام يعني للصيام فرد دي بكمتو بيلا قل مفرد كافو ديبنا يا رب من دي البيل وراء لعلكم تتقون بيلا تأخر لآية يعني لسبب لا صيام تقوى قتيدو عند بيلا تربي ولا تقوى الإنسان تقوى دي بلسانو قتك بأبا تقوى دي بلبو قتك بأبا وتقودي بها يعني كل حركاته ولا سكناته لقدام بس تقود ربي يهبيك من قبل الصيام قل لنفعك. عشان كده السيد عائشة حديثها الذي يبو يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيرت إلى التنى من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يطع دعا طعامه وشرابه. من أفعك لصيامك حقو دلق بأديبات هاجيك وهتفتفت به وقلك إني بيلا وقلك إني تيلا حقت به لسيام كذاته يعني يتمم قل كان. عشان كذا الإنسان لسانه قل حفظ به وعمتاته قل حفظ به ولبه قل أسنبه كيف قل تهاجأ لبه لأن لسيام تقوت لهي بكا وفرها تربي لهي بكا ولا قدام فرها تربي هليت من قبل 100,000 فائدة منا سيام مدرسة دي أنت تأتيع لسيام قل إنسان فارغ ناي ربي إنك أبقى فرها تربي قل تفقر ودي بحياتك سنك التقبع. عشان كذا النبي مل بلهم على الأصحابة أظل لكم شهر مبارك لبلهم على أذع زالنا شهر مبارك دي بؤتيكم اللي شهر رمضان حرمه من حرمه حرم خيرا كثيرا اللي خيرنا اللي رمضان حلفيو بس بركب بزحيت حلفيو بين يوم الرسول وخير بزح كمان حلفيو عند بين الرسول بشرهم على كمان قلنا صحابة لبلهم على يعني شهر رمضان ما طعم قبي أبواب لا جنة تتفتح قلكمتو وأبواب لا إسات الدابة منكم ولا شياطين ما تتأثر دي بشهر رمضان لبلهم على النبي صلى الله عليه وسلم كلا صحابة جل اللي أجرنا شهر رمضان يا رب اللي شهر رمضان أبصحناتو عند بيلو دعاء ودعاء له قدم سس ورح فإن شاء الله قدام قل فرح بو باللي شهر رمضان ولأنه نقفرتنا يربه اللي يديبو قدام ممكن قل مال فرح قل نبرة فرح لكن لفرحتنا إلى مسلم كهو جنتنا يربي الأتي ورمضان ما شاء الله فرصة عبايتك الجنة لآتيك لأنه لاش عمل ديبو مضاعفته حتى حسنت عسرتكم سألا لنا أمر لكن ديب رمضان ربي أجر أنا أمره وأنا أجزي به بلا أجر رمضان بالرب الأمر ألبو
فإن شاء الله الإنسان الحمد لله رب العالمين اللي شهد بي يا رب وافقني بي نبيلا قل فرح أبوبو ودعاء اللي ده أبوبو إن شاء الله ربنا يوفقنا وإياكم وإن شاء الله رب يتقبل له منا ومنكم اللي شهد إن شاء الله ويا رب جنة لأتينا وشهر إسات لك لأنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. رمضان أقبل يا صحاب فهللوا الله أكبر والحمد للرحمن أحمده حمد الشاكرين فإنه ما خاب من يرجو عظيم الشان يا رب فاغفر للعباد جميعهم والصوم يعلي